غلطتي كانت غلطه، زواجك كان غلط ايه او لا اليوم؟ كيف بتقيمي؟ حكينا عن الوقوف امام مراه الزيت. تفضلي. رح احكيك عن الموضوع بكلمتين. تفضلي. كثير بيختصروا اشياء. حقك. نجوى الفنانه انتصرت على نجوى الانسانه. كنت مفكره بحياتي اني ممكن اعمل جمباز كثير مهم بحياتي وتكون حياتي كلها سوا هيك، احمل هيدا كف وهيدا كف، وانه اقدر اوفق ما بين نجوى الانساني اللي لازم لها حق على نجوى الفناني، لانه نجوى الفناني كثير اخذت من درب هيديك. هيدي انتصرت على هيدي. شو هيدا اللي كسرك؟ انكسرتي؟ لانه كنت بحب انه انا كنت بحب كفي بحياتي كانسانه، ما قدرت كفيت. تحبي تكوني ماما نجوى؟ اكيد. شو حلو. يا ريت. إذا بترجعني بالزمن لورا بكون عمري 20 سنة وبتزوج. تتزوج بعمر العشرين؟ إيه. بقول لما الوحدة تتخطى مرحلة المراهقة يلي أنا ما عشتها أكيد، بتصير تحس إنه الخطوة فيها مسؤولية وكتير كبيرة ما بتقدر تعملها. نحن وقتها قصة زواجك أو خبر زواجك كلنا قلنا انه واو نجوى كرم تزوجت، يعني الناس اللي بيعرفوا نجوى كفنانه. انت بمرحلتها كنت تقولي انه انا ناضجه وقتها، لانه ما كنا بال 2005، كنا بسنتها. هلا وقت تطلعي لورا بتقولي لا يا نجوى ما كان صائب القرار اليوم بال 2005؟ ما فيك تقول هيك، لانه كل يوم بتفكر غير اليوم اللي مرق. يعني انا اليوم مش امبارح، امبارح اليوم ايه؟ انا اليوم بالنسبه لي امبارح بس هيك بتطلع شوي لوراي بس لحتى ضلني مستحضرة حالي. بتحني للماضي؟ الماضي بالنسبة لي كتير مهم أكيد. ما له ماضي ما له حاضر ولا له مستقبل. زواجك التاني كيف بتشوفيه؟ بتشوفي قريب أول شيء نجوى؟ بتحس في حدا بحياتك؟ بتحبي حدا؟ إيه. بتحبي؟ لحظة طلعت عينك بعيني؟ أنت شو لحظة بتشوف؟ لحظة أنت شو بتشوف؟ هيدي بتحبي ايه ما شاء الله عليكي بتبرقي عيونك بيضوي. عم ببرق ايه؟ في شي مره شفت عيوني مش عم يبرقوا؟ لا والله صراحه خلص وصلت. بس اليوم بتحبي رجل بتبعتي مساجات؟ بتبعتي مسج؟ ما بحب المساجات، ما بحبه. فيكي تحكي. بحب الخفقان بينبض هيك كثير رومانسيه. انا غير شكل كثير رومانسيه. شو بدك من الرجل الجاي بحياتك نجوى؟ كيف الامان الحب؟ بس ما انحرمتي انت حب؟ ما انحرمت حب ولا حرمت امان، بس انا بطلبهم هون. وقتها هالقد بيكون عندك يعني تحرر واكتفاء مادي، هالقد عندك شهره وعندك قاعده جماهيريه انه بتستندي عليهم نجوى وقتها تكوني ضعيفه، بتحسي انه الرجل مدري كيف لازم يكون مفزلك تيكون بحياتك موجود، هيك ما بعرف شو لازم يكون. اهم شيء يكون ذكي. بيفهم على الطاير. بخافوا منك وقتها؟ ايه في منهم كتار بخافوا مني. ليه بخافوا مني؟ لانه الرجال الشرقي مش كتير بيقبل المراه اللي لها شخصيتها ولها وجودها. في البعض الشرقيين، بعض قلت انا مش المنفتحين، قلت بعض الشرقيين بحبوا المراه تمشي وراهم. انا ما بحب امشي قدام الرجل ابدا، انا امراه شرقيه جدا. ما بشعر. تكرهي يعني زوج الست؟ لحظه لحظه اكيد. ما بشعر ما بعود بشعر بانوثتي انا، بقعد ببيتي احلى، ما بتزوج ببلي وببلي حالي، بدي مارس دوري بالحياه. بس حكما زوج الفنانه واذا هالقد مشهوره بده يكون زوج الست. لك ليش يا عمي؟ ليش عم تلغي للزلمه لاني انا اكون موجوده؟ انا فنانه على المسرح بس. يعني منى واصف بحياتي. منى واصف وقت استضافتها بتقلي شاهين عن زوجها، بتقلي ايه طبعا طبعا انا كنت ستار وانا كنت، وكانوا كان ينقهر على باب البيت انه بيت متواصف على الجرس. انا ما بشعر اني انسانه مهمه اذا بدي اكون متزوجه الا من خلال الرجل اللي بده يعطيني هالقوه. انا بدي اعطيه الحنان وبدي اعطيه العاطفه، بدي اقعد اتمرد عليه. نجوى شريط رح يخلص، لازم اخذ فاصل هلا، بعد الفاصل رح ارجع عن الصراع بين الزواج الاول والزواج الثاني، رح اسالك شو ممكن تسمي ابنك او بنتك في حال اسم، رح احكي عن خلافك مع مجموعه من الصحفيين، مع الاعلاميه نضال الاحمديه، مع مجله نادين، مع مجموعه امور عالقه رح نوضحها بعد هذا الفاصل مع